عقدت اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية اجتماعها برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية الأستاذ جواد بن سالم العريض بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة، حيث استعرضت اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عددا من مشروعات القوانين والقرارات التي عدتها الحكومة واتخذت بشأنها توصيات تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء المقر. كما نظرت اللجنة بالإضافة إلى ما تقدم عددا من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وقد عدت اللجنة بشأنها مسودة رد الحكومة عليها، وقررت رفعها إلى مجلس الوزراء المقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلا عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة من الوزارات المختلفة.